لاحظتم هذه السنتين سنة ونص
كان سبقين سنتين تبدل تحكيم تم نقاط 12 نقطة باش يكون سميتو ولا 8 نقاط ولا 3 مسائل اللي هي تبدلات حنا كجامعة دولية كنخسروا سنتين تحكيم كتعطينا اقتراحات ديالها وحنا في الجامعة الدولية كنحاولوا نشوفوا اللي في صالح اللعبة ديالنا لأن الأساس ديال اللعبة ديالنا شنو هو؟ هو التحكيم إلا كان التحكيم النقط ديالو مزيانة والحركات ديالو مزيانة والعقوبات ديالو مزيانة والمسائل ديالو مزيانة كتكون اللعبة ديالنا مزيانة ولكن بحال دابا كيما كان بكري كان خصو يبقى 12 نقطة ديال الفرق غادي يمكن نربح بزاف كطول الكومبا بعد المباريات كيكون وسط وكيطولوا ولهذا ترجعت 8 ومازال غادي يكونوا تغييرات بحال جميع الرياضات كيكونوا تغييرات كيقول لك ديما خصي سنينيا ويحاول يصلح ويلقى تقنية جداد ويلقى قوانين جداد باش اللعبة ديالو تمشي مزيان وهاد الفترة كانت بكل صراحة كان الحلم ديالي أنا لأن اللي كان عارف أنايا وهو عمري ما شفت شي مدرسة ديال شي رياضة إلا في كرة القدم اللي كنا دخلنا في كرة القدم اللي كنا كنا صغار كنديرو التحكيم ديال كرة القدم كانت مدرسة في بارك ديال كارا الجامعة العربية وتقول لك كيتكون حكم كتكتار كيتكون كيجيو كيقراو نهار في السنة يومين في السنة وكيتكون هذا خدنا البديلة لأن بديلة مهمة والحمد لله فكرة تمات وكان عن بوع جميع الإخوان ودخلنا التطبيق ديالها وأنا شخصيا فرحان كثير لأن مهنة إن شاء الله بعد 4 سنين عامين 4 سنين على حسب مستوى كبير الناس اللي التحقوا بهذه المدرسة قد يكونوا إن شاء الله يكونوا وطنيين ويكونوا دوليين على سبيل الذكر غادي يكون إن شاء الله هذا العام غادي يكون تدريب دولي اكسبسيونيل.
الشباب الصغير اللي طالب، وكذلك يوجدوا الانتحار ديالهم. لان التحكيم بحال تحكيم حكم بحال اللاعب. نفس اللاعب كيتعامل وهو كيحضر كيدير التدريب ديالو، كيدير البدنية، كيدير التدريب ديالو التقنية والتكتيكية، وكيدير التدريب ديالو والتهيئة ديالو النفسانية، بريباراسيون فيزيك تكنيك تكنيك تكتيك فيزيك اي سيكولوجي اي سيبوندون اون اني باش نهار 28 مثلا جانفي 1900 2018 يكون في البيك ديالو في الوقت. ولكن نفس الحكم، الحكم خصو يدير الفوتي، خصو يجري، خصو يلعب الرياضة ديالو، وخصو يبحث ويشوف الانترنت ويشوف لي شامبيونون دي موند كيفاش كيبيجو لي كوب دي موند دي تورنوا، ويقرا كما كنقول لكم قراو القانون. ملي كتقرا في القانون الاخص قلت لكم فصل 34 35 36 37 حفظوه شربوه ما حتى كتشرب كوكا كولا ولا كتشرب فهمتيني سيدي علي شربوه ما يا عباسي. او ملي غادي تشربوه غتولي عندك الثقة، كنا حكام دوليين حكمنا عدة رياضات ماشي غير الاسلام، عندنا في الجيل وعندنا في الرياضات. إذا خصكم تشربوا ما هذا هذه بادرة طيبة الحمد لله.
وإن شاء الله أنا غادي نبدا مزيان وأنا شخصيا إخوان الجامعة كنا مستغربين عليها. أنا شخصيا كان جيت كلاس وخا الشتاوي البرد ما سميتو كان جي معاكم كلاس من السبعة حتى تسعة الليل وكان جي معاكم السبت كنخلي الوجه كان جي معاكم باسكو بغينا يكون عندنا حكام بغينا الخلافة بغينا كنضرب في ليكور 30 أو 32 حكم كان فيهم لي كونديدا وكان لي حكام ريجيونال ولا ناسيونال بغينا كلهم يستقلوا يكونوا ان شاء الله حكام دوليين. اذا هذا هو اللي بغيت نقول لكم و لي كونساي النصائح اللي نعطيكم. الانسان اللي كيحب شي حاجه كيوصل الجامعة الأمريكية المغربية بشخص الأستاذ داري وشكر على هذا العمل الجاد إلى مصدر ديالو والحكمة والتبصر ديالو.
سولت زدت الان لبنه على لبنات اخرى زدت قادره على بطولات اخرى القطار الجمال كان عليه بهذا المناسبة
بالمناسبة لأن دار واحد العمل جيد جيد جيد. داكشي اللي كدار أنا كناصونال دارنا في الناصونال كيشبر المباريات ديال كرة العالم كيدوزها كيشوفوا الإخوان كيجيب الأغلاط كيدوزهم كيشوفوهم كيستافدوا منهم والحركات اللي الحكام الدوليين يغلطوا فيهم مثلا كيدوزهم حتى هما وكيجيب لنا بعض المسائل اللي هي كنشوفوها كنناقشوها بعض الحركات ديال النقاط والحركات ديال العقوبات. إذن كنهني السي علي غادي نقول لك واحد القضية حنا كنخدمو في الجامعة ولكن لا رئيس ولا رؤوس ولا دارس قلبي ولا بروز ولا فلا وفلا حنا كنا وحيدة حنا عائلة أنا كنحسب راسي بين العائلة ديالي حنا عائلة ودير على هذا يضرب بنا المثل في جميع الدوائر الرسمية وحنا غادي وشي كيدوز مشعل لشي وشي كيعاون شي كنتعاونو والهدف ديالنا هو الرياضة ديالنا تصوم والمغاربة ديالنا يمارسوا الرياضة ويهزوا الإعلام ديال المغرب عالي في المحافل الدولية والحكام ديالنا تا في المغرب تا هما في المغرب الدولية يكونوا بالضبط يمكنوا أنا تشديت مزيان مع الجامعة الدولية لأن بكري كانوا غير الأوروبيين وكانوا بعد الآسيويين وما كانش الأفارقة حنا كنبانو بحال فين الكيبان الإفريقي وفين الكيبان بحال الفرنساوي وفين الكيبان بحال التيني يعني قلت لهم علاش الكحل ما يطلعوش وطلعت الكحل على غادي في الصوم فرطوا على الجامعة الدولية والآن عندنا 6 الحكام كلهم الأفارقة وغادي تبدا بيتا هو بصحة تتفاجئ بصحة تلاميذ أفريكا إن شاء الله وكل مون باسكو تو شاطر ديمون لو شامبون لي بيروس شامبون سي يونيفرسال دونك فو دي نوار دي بلون دي جون pour faire un monde, c'est tout à fait normal. Donc, le dernier mot, comme vous avez dit, quand on a dit, on a dit, le dernier mot, on a dit, 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 سيد خادم تحكيم انا موجود خصكم ريلوا كيما كنتم عندكم ريلوا عندكم كلكم خطوة ريلوا اللي ما عندوش كلكم خطوة اللي ما عندوش انا كمان عطوها ليه اللي عندو السيدي عطوه ليه اللي بغا يتحوشو ليه اللي التوني هما خطوهم حنا معاهم
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم أيها الحضور الكريم. باسم الجامع الملكي المغربي للسامبو والتايجيتسو بكل مكوناتها وأطرها وممارسي هاتين الرياضتين، يشرفني أن أرحب بكم في هذا اليوم السعيد لنزف إليكم بشارة موحدة قل نظيره، يتجليان في الإعلان عن إنشاء مؤسسة تكوينية طالما نحن بحاجة إليها تحمل اسم المدرسة الوطنية للتحكيم. ولقد جادت قريحة الأستاذ الجليل السيد محمد دنيس قلي الرئيس الحالي للجامعة ورئيس الكونفدرالية الإفريقية للسامبو ونائب رئيس الجامعة الدولي للسامبو بقرار إنشاء هذه المدرسة التي تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا في هذا النوع الرياضي من فنون الحرب، ومن أجل تمكين الحكام المغاربة بصفة خاصة والأفارقة بصفة عامة من استكمال خبراتهم في ميدان التحكيم، كما يهدف هذا القرار إلى العمل على تكوين أكبر عدد من الحكام في السنين المقبلة نظرا لأهمية مساهمتهم في الرفع من مستوى الرياضة، وذلك عن طريق أخذ القرارات الصائبة والنزيهة. ولا يفوتني أن أخبر الحضور الكريم بأن المغرب يتوفر لله الحمد على نخبة من الحكام يرجع الفضل في تكوينهم منذ سنين مضت إلى الحكم والخبير الدولي الأستاذ الجليل سيدي محمد دنيس قلي، بمساعدة كل من المدير التقني الوطني الأستاذ محمد أبيروز والخبير الدولي رئيس لجنة التحكيم الوطنية الأستاذ جليل لطيف إدريسي مولاي حميدة. وإننا لنرجو من الله العلي القدير أن يبارك في هذا العام الجاد وأن يجازي أستاذنا الجليل سيدي محمد دليس قلي على هذه المبادرة القيمة، وأن يلهمنا القدرة على الرفع من مستوى التحكيم في بلادنا حتى نضاهي الدول الوازنة في هذا الميدان ونرفع راية وطننا الحبيب إلى أعلى المستويات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. والآن غادي نطلع للقاعة باش ندير واحد العروض. بعد العروض غادي نشرب واحد الكاس أتاي مجموعين تافكين
Ahem.